نحن تحدثنا عن ضرورة تمويل الحرس الوطني والحكام. حكام الولايات يجب أن يحصلوا على تمويل عندما يكونون مؤيدين بالحرس الوطني، وذلك من أجل توزيع اللقاحات. والحرس الوطني أيضا يجب أن يتعاونوا مع هيئة الكوارث والطوارئ. كل هذه الكيانات يجب أن تتضافر جهودها من أجل إنجاح عملية توزيع اللقاح، لقاح كورونا المستجد. سنركز على هذه القضية، ونحن ناقشنا باستفاضة مسألة المهمات التي يجب أن نقوم بها. كان هناك جمهوريون وديمقراطيون أكدوا ضرورة الكمامات وارتداء الكمامات. لا تعلق الأمر بمسألة سياسية وإنما بواجب وطني. يجب أن نجعل الفحوص متاحة أكثر للأمريكيين. كل من يريد إجراء الفحص يجب أن يتلقاه، ويجب أن نتحكم في انتشار الفيروس، وعلينا أن نتحدث عن البنية التحتية والتعليم وأشياء أخرى. والأمر لا يتعلق باجتماع واحد أو اجتماعين، وإنما علينا أن نلتزم ونتفق بالعمل مع حكام الولايات بشكل منتظم. علينا أن نحصل على ملاحظاتهم ورأيهم باستمرار وبشكل منتظم لندير أزمة كورونا، لأن هناك أشخاص أكفاء ويمكن أن يديروا أزمة كورونا معنا. الاستنتاج النهائي يمكن أن نفعل ذلك وأن ننجح، لكن علينا أن نعمل معا كدولة. في هذا الاجتماع وتلك الاجتماع السابقة، أعتقد أن ما ننفذه هو وحدة الشعب الأمريكي. علينا أن نعمل يدا في يد للتعامل مع مشكلة، وذلك دون خلفية أيديولوجية. هذا ما علينا أن نفعل، هذا ما تحدث عنه حكام الولايات، وهذا ما قالوه خلال الاجتماع. أود أن أشكركم جميعا وبارككم الرب، وندعو الرب لحماية جنودنا. أنا مستعد لتلقي أسئلتكم. شكرا للرئيس المنتخب. أنت تحدثت عن الاقتصاد وحزمة الإنقاذ التي ستدخل في الاقتصاد، وقلت إنك هذا ما ستفعله عندما تصبح رئيسا. لذلك السؤال، ما الإطار الذي تفكر فيه عندما تتحدث عن وزارة الخزانة مثلا؟ هل ستفكر في تطبيق ما قلته في المناظرة، وأنك ستعاقب اقتصاديا بعض الدول مثل الصين وتلك المتواطئة مع جماعات إرهابية؟ هل تعتقد أن ذلك سيفيد أمريكا على مستوى وتقليل البطالة؟ سأود أن أكون مقتضبا. بالنسبة لوزارة الخزانة، نحن اتخذنا هذا القرار وقلنا قبل عيد الشكر إنه يجب أن نفكر في شخص يشغل وزارة الخزانة، وبطبيعة الحال سيكون تقدميا أو معتدلا من الحزب الديمقراطي. ثانيا، لا يتعلق الأمر بمعاقبة الصين، وإنما جعلها تقتنع أن تلتزم بالقوانين وتحترم القواعد. نعرف أنها انضمت إلى المنظمة العالمية للتجارة، وكذلك هي انضمت معنا إلى اتفاق باريس لمواجهة التغير المناخي. أعتقد أنه علينا أن نعمل أن هناك خطوط تفهمها، أن هناك خطوطا تفهمها الصين وتحترم القوانين. مسألة ترك الفيروس ينتشر هو أمر غير عقلاني، ولذلك علينا أن نوضح في إدارتنا
هذه الولاية إدارة بايدن أن نقوم بأشياء مهمة وتصب في هذا الاتجاه. ما هو سؤالك الآخر؟ بالنسبة للبنك المركزي الاحتياطي الأمريكي ومقاربته في التعامل مع الدولار بالنسبة لمعدل الفائدة، فقد حدث فيه تخفيض وهو شيء إيجابي، وأعتقد أنه إذا نظرنا إلى العجز المحقق يجب دائما أن نحرص على زيادة العوائد والإيرادات. شكرا السيد الرئيس المنتخب. قلت إذا لم تنجح هذه العملية للانتقال للرئاسة فإن الأرواح ستزهق. كم عدد الأرواح ستزهق في رأيكم إذا عرقل الانتقال السياسي؟ رأيتم إلى التوقعات، لأنه إذا لم يتغير أي شيء من الآن إلى بداية فبراير سنخسر 400,000 حياة إضافية. لذلك هذا خطر حقيقي، ولذلك ليس هناك أي عذر بألا نتشارك البيانات من أجل أن نعد خطة، لأنه عندما نبدأ الولاية فإننا سنكون قد فوتنا الكثير من الأيام، أكثر من شهر، وهذا يكلف العديد من الأرواح. كم روحا ستزهق بسبب هذا التأخير؟ نحن تحدثنا مع الحكام عن الحاجات الملحة التي يحتاجونها، وسنعمل على تفعيل القانون العسكري للإنتاج من أجل أن نكلف الشركات بتصنيع العديد من التجهيزات والمعدات والقفازات والكمامات وكذلك إجراء الفحوص. أنا طلبت من كيومو حاكم نيويورك أن يحدد لنا ما هي الأشياء التي يفتقدها، ونود أن نبدأ في ذلك الآن ولا ننتظر، لأنه إذا انتظرنا فإن كما قلت أرواحا أخرى ستزهق. مع رفض ترامب الإقرار بالنتيجة، ما الذي يحدث في رأيك السيد الرئيس المنتخب؟ ما الذي يفعله ترامب؟ ما الذي يشهده الشعب الأمريكي في هذه الحالة؟ دعيني أختار وأنتقي كلمتي قليلا. أعتقد أننا نشهد لا مسؤولية لا تصدق، إضرار كبير لديمقراطيتنا وطريقة عملها. هذه رسالة التي نرسلها إلى العالم حاليا. أيضا أعتقد أن هذا غير مسؤول بالمرة. هل تعتقد أن الناس سيسائلون شرعية إدارتكم وحكمكم؟ أنا أقول إن الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي صوتت واختارت وأسمعت صوتها في صناديق الاقتراح. 70% من الأمريكيين يعتقدون ويؤمنون أن نتيجة هذه الانتخابات شرعية. معظم الجمهوريين أيضا تحدثوا وقالوا إن ما نفعله يرسل رسائل مريعة إلى العالم. شكرا السيد الرئيس المنتخب. شكرا لنائبة الرئيس المنتخبة. قلتم إن الأرواح ستزهق إذا لم تبدأوا بالحصول على معلومات وبيانات من إدارة ترامب، والآن هناك 250,000 شخص فقدوا حياتهم. كيف تبررون عدم اتخاذ قضايا قانونية في حين أنها مطلوبة الآن؟ هذا الأمر يأخذ وقتا. في رأيي لن يتم البت في هذه الأمور بشكل سريع. وفي الوقت نفسه أنا آمل أن يكون هناك تعاون من الجمهوريين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب وكذلك من حكام الولايات حول كيفية التصرف والتعامل. لماذا لا تستخدمون كل أداة لكم لأداء عملكم بشكل فاعل منذ اليوم الأول؟ أنا أحكم على الأمور بناء على التجارب السابقة، وأنا أقول
وحسب تقديري إننا سيكون أداؤنا أفضل إذا عملنا مع الزملاء الجمهوريين من الآن، لأن الوقت الذي سنكسبه سيفيدنا ويفيد الشعب الأمريكي، لكن هذا ما يزال سؤالاً مفتوحاً. قد يتغير لكنه يبقى سؤالاً مفتوحاً. هل تحمل المسؤولية لإدارة ترامب؟ نعم. بالنسبة لحصيلة الوفيات الآن، نحو 400,000 شخص فقدوا أرواحهم. قلت إنك ستدعم الإغلاق إذا وأوصى العلماء بذلك. كلا. كل مرة أقف هنا أسأل هذا السؤال الفردي التخميني والافتراضي. أنا أقول إنني لن أغلق الاقتصاد، نقطة نهاية. أنا سأغلق الفيروس وسأقضي على الفيروس. أكرر هذا الأمر، لن يكون هناك إغلاق اقتصادي، لأن كل منطقة وكل مجتمع قد يكون وضعه مختلف، ولذلك لا أتصور أبدا أن يكون هناك إغلاق وطني عام في أمريكا. هذا أمر هدام. أقول إن هناك بعض الناخبين، بعض الشركات التي يمكن أن تبقى مفتوحة. على سبيل المثال، إذا كانت هناك ولاية مثلا فيها نسبة عدوى متدنية، يمكن أن نبقي صالة الرياضة مفتوحة، ولكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك سماح للاكتظاظ في هذه الأماكن وفي الكنائس نفس الشيء. لذلك نحن نقوم بالأشياء بشكل تناسبي حسب حجم التهديد. شكرا السيد الرئيس المنتخب. شكرا السيد الرئيس المنتخب. شكرا نائبة الرئيس المنتخبة. سؤالي إليك أولا، ما الذي يمكنكم قوله عن تشكيكه في ميشيغان؟ وكذلك هو يريد تكليب الجمهوريين في ميشيغان ضدكم. ما هي استراتيجيتكم؟ لأنكم تقولون إنكم لن ترفعوا دعاوى قضائية مضادة ضد حملة ترامب في الوقت الذي نحتاج فيه إلى استقرار هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا في طريقي، أشقه بوضوح وثبات. الأمر ليس مزحا. أقول إن ما يفعله الرئيس سيؤدي إلى التسبب بشيء قد يرجعنا إلى الوراء ويسبب انتكاسة في التاريخ الأمريكي. هذا لا يدخل ضمن الأعراف الأمريكية. هذا شيء غير قانوني، هذا الذي يفعله ترامب. ولذلك على القيادات أن تجتمع هنا في أمريكا. نحن فزنا بميشيغان وسينتهي الأمر ويحسم قريبا ويتجلى بوضوح أكبر للجميع أننا فزنا. أنا فقط أجد من الصعوبة كيف يفعل هذا الرجل هذه الأشياء. أنا واثق أنه يعرف في داخله أنه لم يفز. وما يفعله مثير للحنق والغضب في الواقع. بالنظر إلى ما يفعله ومطالبة المسؤولين بالتحيز إليه، هل تعتقد أنه آن الأوان أن تتجه للقضاء الآن، أم أنك تتفرج على ما يحدث وتقول لننتظر ما الذي سيحدث؟ في الوقت الحالي استراتيجيتنا لم تتغير، لن نلجأ إلى القضاء في الوقت الحالي. هل يمكن أن أسأل نائبة الرئيس المنتخبة؟